الله يحييكم وشاكر لكم استضافتي معكم في مجلة الرجل. بالنسبة لطفولتي والبيئة اللي نشأت فيها، نشأت في بيئة أسرة متوسطة سعودية. الحمد لله والديني ما قصروا في تعليمي وتربيتي، ما قصر الوالد بدعمه وتشجيعه ومتابعته لين ما أني تخرجت الحمد لله من جامعة الأمير سلطان وانضميت لسلك العمل. والله وكان تشجيع من الوالد ورغبة مني، فالوالد ذاك الوقت كان عنده الرغبة أني أتخرج من جامعة أو أتخرج بشهادة تفيدني في حياتي العملية وتفيدني لنفسي برضه، فكان حريص أني ما أدخل أي تخصص أو أي فرصة تجيني قبول في الجامعة، فكان حريص أني أتخرج من تخصص يعني يفيدني. والحمد لله اخترت تخصص الإدارة المالية من جامعة الأمير سلطان، والحمد لله لو رجع فيني الوقت برجع أختار هذا التخصص. والله صراحة يمكن هي كانت جلسة مع الوالد وقال لي فيها كلام كان مؤثر بالنسبة لي، بصراحة هي اللي خلتني يعني هي كانت الدافع عندي دائم في أني أطمح للمزيد، يعني ما أوقف ما أكتفي ما أقول والله أنا هذا وضعي تمام لا تغير من وضعك. فالوالد الله يطول بعمره قال لي مرة أنا أستثمر بالرجال وهذا آخر سهم أرمي فيك، يا أنه يربح واستمر استثمر فيك ولا بوقف استثمار. فكانت هي الدافع لي من ذاك اليوم. بديت العمل المهني الاحترافي في عمر تقريبا 25 أو 24، وكانت في شركة الراجحي تكافل كمسؤول مكافحة احتيال. كنت مسؤول اكتتاب واكتشفت قضية احتيال في ذاك الوقت في وقت مبكر، فتم تحويلي لقسم مكافحة الاحتيال. وأذكر أول راتب وزعته على أمي وخواتي وإخواني هدايا. والله أنا تأثرت بناس كثيرين صراحة، تأثرت بجدي وبشخصية جدي الله يغفر له ويرحمه، وأتمنى صراحة أني أكون يعني لو ربع أو أقل من الربع من هذا الشخص كافي لي بسيرة العطرة وذكره مع الناس. والحمد لله أثره اللي باقي إلى اليوم حتى بعد وفاته بأكثر من 25 سنة. بداية الفكرة كانت توفير خدمة المساعدة على الطريق، السطحة والبنشر والبنزين والبطارية، وهذا كان في البدايات لما بدينا وطلقنا المنصة وطورناها. بعد الإطلاق والنزول للسوق يختلف الموضوع جذريا تماما عن الدراسات والأبحاث اللي أنت تسويها قبل تنزل للسوق. فاكتشفنا في فرص كبيرة، والحل هو في تقديم منظومة شاملة وكاملة لخدمات السيارات خصوصا في مجال ما بعد الحوادث. والحمد لله هذا اللي تركزت فيه مرني خلال الخمس سنوات الماضية في تطوير هالمنظومة هذه. والحمد لله المنظومة هذه رأت النور في عام 2020 بالتكامل بين جميع الأطراف والحلول لتقديم منظومة شاملة لحلول مطالبات السيارات. الوعد اللي بيني وبين الوالد يخليني ما أرضى عن نفسي، فأنا ما زلت غير راضي عن ما وصلت له، وأطمح إن شاء الله أني أزيد، وأطمح إن شاء الله أني في يوم من الأيام أكون خادم لهالبلد هذا بما وصلت إليه من إنجازات ومسيرة. الحلم أني أخلق شركة 100% من السعوديين لم يتحقق لليوم، لأنه يعني لا نزال نعتمد على بعض الكوادر الأجنبية. المستقبل إن شاء الله أننا بنحقق هذا الحلم وبنكون شركات مستوى التوطين فيها يتجاوز 100% بإذن الله. والله أنا هواياتي يعني سباقات السيارات، يحصل لي وقت أمارسها بعض الأحيان في البر، ولكن مقصر الآن في الذهاب للحلبات. سابقا أيام الوظيفة كنت أروح للحلبة بشكل شبه مستمر، بعد مرني يعني صار بين كل حين وحين، لكن إن شاء الله الفترة الجاية بأرجع أفعل هالشغف هذا. والله شوف يسعدني صراحة
إنجاز مهمة متعلقة. يعني دائم يكون عندنا مهام يومية، أكيد شخص في حياته يكون عنده مهام يومية ينجز بعضها وبعضها يخفق فيها. فأكون بصراحة أكثر شيء يسعدني لما يكون في يوم عندي مهمة متعثرة وأنجزت. باعتقاد أن الإبداع يعني يكون موجود في كل شخص، لكن أنا كنت محظوظ سابقا بتسليط الضوء على هالشيء هذا. ولكن نصيحتي للشباب كلهم أنه لا تجعل حواجز بينك وبين نفسك، جرب وحاول. أكيد بتفشل في البداية، ولكن في يوم من الأيام بتنجح إن شاء الله، وبتقدر تظهر الإبداع اللي موجود عندك في أي مجال كنت فيه. النجاح هو محاولة فاشلة متكررة مثل ما قلت، وهنا أنت تعرف متى نجحت. لما تكون قاعد تجرب شيء وتفشل فيه تحس بطعم ولذة النجاح. وأعتقد دائما إنه الأمور خصوصا في ريادة الأعمال ما تكون سهلة، ولو كانت سهلة كان شفت كل الناس رواد أعمال أو شفت كل الناس أسسوا أعمالهم الخاصة. في مقومات كثيرة، ولكن أعتقد بجانب إنه رائد الأعمال يكون دارس مشروعه وعارف والأمور هذه، أعتقد إنه رائد الأعمال لازم يكون شخص قادر على موازنة المخاطر ودراستها، ومعرفة متى تأخذ المخاطر ومتى ما تقدر تأخذها، وكيف تقلل من هالمخاطر هذه. وأعتقد أن الميزة الأساسية في رواد الأعمال هو عدم التسرع والصبر على هالمشاكل هذه والمحاولات لحلها. ولأنه في ريادة الأعمال دائما الوضع يكون مختلف عن إنشاء الشركات الكبرى، الموارد والممكنات تكون قليلة شحيحة دائما، فتحتاج من رائد الأعمال يعني حنكة في إدارة الموارد هذه والوصول لأكبر نتيجة ممكنة بهالموارد القليلة. شركة لاباس كانت هي الممكن الأخير لمنظومة مرني في معالجة تسوية مطالبات المركبات. شركة لاباس حاصلة على ترخيص البنك المركزي لتسوية المطالبات التأمينية، وتم الاستحواذ عليها من قبل مرني في عام 2021 بموافقة البنك المركزي. الحمد لله لاباس اليوم هي ممكن أساسي لشركة مرني في تقديم خدمات مطالبات وتقديم خدمات الحوادث ما بعد الحوادث لشركات التأمين، وخصوصا مبادرة زيرو كاش كليمز للثيرد بارتي اللي هي عدم وجود مطالبات نقدية للطرف الثالث، واللي تقوم على تقديم خدمة ما بعد الحادث بشكل مؤتمت بالكامل، وتضمن للمتضرر حصوله على جميع المنافع والخدمات المطلوبة، بدءا من السيارة البديلة، قطع الغيار، الإصلاح في الوكيل، فحص ما بعد الإصلاح، تكاليف النقل والتحمل للسيارة. والله كل يوم يجي معه تحديات جديدة، وهنا تجي قدرة رائد الأعمال والفريق اللي معه على حل هالتحديات. الحمد لله التحديات اللي تواجهنا اليوم لا تمثل شيء يذكر أمام التحديات اللي كانت تواجه رواد الأعمال قبل 5 سنوات. الحمد لله الوضع اللي وصلنا له اليوم من سهولة في الأعمال وتمكين للأعمال الإلكترونية سهلت على رواد الأعمال أمور كثيرة. يظل أمامك التحديات اللي تواجهك في عملك يوميا ومع موظفينك والتحديات الداخلية. الحمد لله بيئة الاستثمار جاذبة جدا اليوم، ونلاحظ هذا يمكن من تقارير التداول، قدرة سوق الأسهم السعودي على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية. وإن شاء الله يعني اليوم حنا في أقل من 5 سنوات من إطلاق رؤية المملكة قدرنا نشوف ونلمس هالنتائج هذه. فأعتقد أنه خلال 5 سنوات القادمة النتائج هذه بتتضاعف، وبنراها بشكل أكبر وواضح وجلي، وبنرى الاستثمار الأجنبي فعال بشكل كبير سواء في الملكيات الخاصة أو في الشركات الخاصة بشكل عام. الحمد لله أنا أعتقد أننا اليوم قادرين أننا نستغني عن البترول، خصوصا في ظل تحركات صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار الداخلي والخارجي، والتحول اللي شفناه اليوم
كفاءة ترشيد الإنفاق الداخلي اللي صار في البلد، أنا أعتقد أننا بإذن الله نستطيع عدم الاعتماد على البترول قبل انتهاء جميع مخرجات رؤية المملكة 2030 وقبل تحقيق جميع الأهداف. والله المرأة هي نصف المجتمع، والحمد لله اليوم المرأة عضو فعال في منظومات كثيرة، من ضمنها مرني اليوم معنا كثير من الزميلات في العمل، وكفاءاتهم ما تقل عن الرجال، يمكن أفضل في بعض المجالات، ومتفائل صراحة بمساهمة المرأة وتمكينها في الفترات القادمة، وأعتقد أنها بتكون ناجحة كسيدة أعمال السعودية، وفي أمثلة ناجحة سابقا ولكن أعتقد هالأمثلة هذه إن شاء الله بتزيد. يعني سابقا جيلي أنا كنا قاصرين التعلم على المدرسة أو الشيء اللي موجود في الكتاب، يعني حتى الأنشطة اللاصفية يمكن ما كنا نشارك فيها. اليوم الجيل الجديد تلقاهم يعرفون قليل عن كل شيء، فما هم مثلنا يعرفون كل شيء عن قليل من الأشياء. فالجيل الجديد اليوم تجدهم يتعلمون أشياء كثيرة في سن أصغر، وقادرين على اكتساب مهارات وعلوم أكثر. طبعا أهم ثلاث نصائح، نصيحتي لكل شاب مقبل على ريادة الأعمال، لا تجعل عملك الخاص هو أول مشروع تبدأ فيه بعد الوظيفة بعد الجامعة. أنصح مقبلين أنه يكون اكتسب الخبرة الكافية لإدارة الأعمال التجارية، بعد ما يبدأ أنصحه بالصبر وعدم التسرع في الحصول على النتائج، عدم التسرع في اتخاذ القرارات ودراستها بشكل مناسب، لأنه ما تعرف متى بتقدر تحل هالمشكلة هذه. النصيحة الثالثة أنه يعني فكر بالمستقبل، لا تعتقد أن الدنيا يوم، لا تنظر للمكاسب أو الخسائر اللحظية، شوف للمكاسب المستقبلية وش أنت بتقدر تبني في هالبلد للمستقبل إن شاء الله. الرجل للرجل قصة تروى.